يعني هذه الورشة الثالثة التي يعني قمت بتيسيرها هنا في القاهرة. الورشتان الأوليان كانتا في شهر يونيو الفائت، وقد عنيتا بتطبيق اتفاقية التراث الثقافي غير المادي التي صادقت عليها مصر عام 2008. هذه الاتفاقية بمرحلة جديدة في مصر، بدأت بمشروع التراث المتوسطي الحي ميدلهر، إذ نتج عنه إقامة أو إنشاء قائمة حصر وطنية تعنى بإدراج أو بحصر التراث، عناصر التراث الثقافي غير المادي في منطقة دمياط. ورش العمل عقدت في القاهرة وأيضا في مناطق أخرى من العالم، وتختص بالتحديد عن حصر التراث الثقافي غير المادي، بمعنى إعداد قوائم جرد التراث أو حصر التراث. أهم جانب أنه تدريب الباحثين اللي موجودين هنا على أساس هو أفراد المجتمع، أنهم يصبحوا فيما بعد ميسرين أيضا يساعدوا في تدريب آخرين، يعني دورة لتدريب المدربين بحيث أنه فيما بعد يساعدوا في نشر هذا الثقافة الجديدة الخاصة بإعداد قوائم حصر التراث فيه. والفكرة الأساسية فيها هي مشاركة المجتمع. وقد تابعت وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع اليونسكو إقامة ورش تدريبية لمجموعات من الشباب والعاملين في القطاع الحكومي والمنظمات المجتمع المدني. هو أصلاً المجتمع هو صاحب التراث، نحن ممكن تكون في جمعيات أهلية مسؤولة عن التراث، في اتحادات للفنانين، دي كلها مفروض هم تساهم ويشاركوا في حصر التراث نفسه وفي توثيقه وحفظه وأيضا في ترشيحه لقوائم اليونسكو في